أسفر انفجار عبوة ناسفة في حي تشيلسي بمنهاتن نيويورك عن إصابة 29 شخص على الأقل مساء السبت. وقالت السلطات المحلية في نيويورك إنها تحقق في الحادث بوصفه عمل إجرامي ليس له صلة بشكل مباشر بأي تنظيم إرهابي. Witnesses described the scene and its aftermath. I was like a big ball, like a volcano, put it that way, because it was in the center was red, and out of it was white. It was white cloud. Everybody that I saw was stunned. They were shocked. How I can explain it to you? They were coughing. Some people said some people's eardrums probably have bust because they was the sound was so loud. وأوضح رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو أن المؤشرات الأولى تقول إن الانفجار كان متعمدا ويجري التعامل مع مكان الانفجار الذي حدث بأكثر المناطق ازدحاما في نيويورك. كما صرح أنه من السابق لأوانه تحديد سبب الحادث، نعتقد أنه كان متعمدا، كما أضاف أنه ليس هناك أي دليل عن وجود تهديد موثوق به ومحدد. كشف مصدر أمني عن أن التحقيق الأولي أشار إلى أن الانفجار وقع في صندوق للقمامة، لكن لم يتم تحديد السبب.